هل المسبحة بدعة؟ وهو سؤال قديم جديد، ومن زمان قديم سمعت البعض يقول إنها بدعة، ورغم ذلك كنت أستخدمها. وسمعت أيضا أن استخدام الأصابع أفضل لكي تشهد عليك يوم القيامة ولإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قناعتي أن الله قادر على إنطاق المسبحة لكي تشهد علي. المهم فجأة أصبحت لا أستخدمها خوفا من عقاب الله، رغم أنها تسهل علي كثيرا عندما أستغفر الله وأذكر الأذكار. أرجو جوابا أكيدا صارما عن هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا، وهل أستخدمها أم لا؟ هل التسبيح والتكبير والتهليل والذكر بالأصابع أفضل، لأنه استعمال لها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها تشهد لصاحبها يوم القيامة. وإذا عدى الذكر بشيء آخر كالمسبحة فهذا شيء مباح، أو بحصيات، يعد التسبيح والتكبير والتهليل بحصيات كما فعلت جويرية أم المؤمنين ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ذلك. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، ولكن التسبيح بالأصابع أفضل، إلا من يعتقد في المسبحة أن لها فضل كما يعتقده الصوفية ويتخذونها شعارا فهذا لا أصل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن استعمالها من غير اعتقاد جائز شيخ صالح، اللهم إلا للضبط وضبط الأعداد. نعم، استعمالها من باب الاستعانة بها على ضبط العدد من المباحات، الحمد لله، ما لم يعتقد فيها فضيلة. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.